باشرت العمل كمساعدة تدريس علوم تغذية. من بين الدروس يقوم الطلبة بوصفات طبخ أحيانا تحتوي على كميات صغيرة من الكحول، وعملي يستوجب تحضير مكونات الوصفات قبل الدرس. هل يجوز أو لا المواصلة في هذا العمل؟ طبعا بدأ ذي بدء يا بنيتي، لا يحل شراء الخمر لإضافتها في الطعام ولا لأي غرض آخر، لإضافتها للطعام ولو لمجرد إطفاء نكهة عليه أو لأي غرض آخر. فقد لعن الله في الخمر عشرة، ففي صحيح الترمذي عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتاه له. فاجتهد أو فاجتهدي في أن تدفعي هذا الأمر عن نفسك ما استطعت، ولو بقيام بعض الدارسين به ما دمت محتاجة إلى هذا العمل. واستكثري من الصدقات تطهيرا لدخلك، وإن تصلك عمل آخر يكون أنقى لكسبك يا بنيتي وأرضى لربك، فلا تبغي به بدلا، لا شيء يعدل السلامة وبراءة الذمة.